السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم مع فيديو جديد. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نسرع الإنترنت بشكل كبير جدا، وهنمنع الإعلانات، وهنحافظ على خصوصيتنا أثناء تصفح الإنترنت. الكلام ده هنعمله إزاي؟ هيبقى عن طريق تطبيق جوجل كروم. هنفتح كروم بالشكل دوت، وبعد كده ندوس على الثلاث نقط اللي فوق عشان نجيب الإعدادات، وننزل بقى بالإعدادات على تحت خالص في حاجة اسمها الوضع البسيط. الوضع البسيط ده هتلاقيه دايما عندك غير مفعل، هتتك عليه بالشكل ده وتبدأ تفعل الوضع البسيط بالشكل ده. الوضع البسيط ده يا شباب هيخليك زي ما انتم شايفين قبل ما تفعل الخاصية دي، شوف هو بيقول لك ايه. في الوضع البسيط بيحمل كروم الصفحات بشكل اسرع وبيستخدم بيانات اقل بنسبة تصل الى 60%. عند تفعيل الوضع البسيط يستخدم كروم خدمات جوجل لتحميل الصفحات بشكل أسرع، ويعيد الوضع البسيط كتابة الصفحات البطيئة للغاية من أجل تحميل المحتوى الأساسي فقط. لا ينطبق الوضع البسيط على علامة تبويب التصفح الخفي، يعني ده على التصفح العادي الطبيعي اللي في جهازك اللي احنا بنستخدمه. كل اللي انت بتعمله ان انت بتدوس بالشكل ده، وهنا هيبدأ بقى يظهر لك قائمة يعني الملخص بتاع توفير البيانات هنا في الشكل ده. هتفرق معاك كتير قوي العملية ديت، اتمنى ان الناس كلها تعملها، وان شاء الله يعني هتفرق معاك جدا في سرعة الانترنت واظهار الاعلانات اللي بتظهر كتير وبتضايقنا كتير جدا اثناء تصفحنا الانترنت. بس كده شباب، ده الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو قصير، يا رب تكونوا استفدتوا منه. بشكركم ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.